ما بلاش التشاؤم ده يا هايد. انت ما تكلمش الا ما اقول لك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك، خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال، الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انت كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انت لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انت ببيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه لحاجه من تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقول لك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرمه جنيه. اتفضلي. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرغك يا قريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمة كراشنا ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال؟ جكتعون، إن كنت تريدين السكنة أظبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وانا هجيلك في المكان اللي جنب القهوه ساعه ما اتكلمنا اخر مره، نفس المكان اللي كان لمؤاخذه بيجمعنا سوا، واول ما اوصل لك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب قوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين قوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم. ايه الغريب فيهم بس؟ انا ما اقصدش حاجه، بس لغتهم غريبه كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة انت اول مرة اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف انا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر اقفله خالص، فعشان كده. بس اقولك على حاجة، انا كنت مبسوط قوي شوية اللي قعدناهم دول صراحة. وانا بجد، بس انا عايز اسألك سؤال. قولي. يعني انت اكيد شفت وقابلت بنات كتير، ايه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ انت عايزة الصراحة؟ انا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي. كل ما احاول اشغل نفسي باي حاجة لاني برضو بفكر فيك وعايز اشوفك. عندكش تفسير بقى للحاله دي؟ انا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان انا بتكسف، قول لي بقى، انت جاي بس عشان تقول الكلمتين دول؟ وانا بصراحه كل مره ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، اي كلام تلكيكه يعني، عشان لما انزنق اقولها على طول. طيب والتلكيكه ايه المره دي؟ الواد ده اللي كان جاي له استدعاء النيابه، خطيب قريبتك هيمة إبراهيم، ماله؟ الواد ده شمال وسكته مش سالكة، وبعدين ما عارفه كلهم مسجلين، وبعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني أقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني أحسن. بتحبه؟ يا ستي أنا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للإنسان الصح. يعني ما ينفعش أنا أشوف واحدة مثلا مسجلة ولا محكوم عليها ب10 15 سنة وأحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوة بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوة بيا، انت ما اشتريتنيش على فكرة. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش. انا كنت متقل حبتين. خلاص. بعدين انا لما شفت النمرة بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي. أنا خفت عليك أنتِ. أنا لو جرالي حاجة أنتِ هتعملي إيه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى أنا خايف عليكي قد إيه؟
هو انت مش هتبطلي العيشه اللي انت عايشاها دي ولا ايه؟ المفروض اعيش ازاي يعني؟ زيك كده؟ زي هو ما حدش عايش في الدنيا دي غيري انا وانت؟ يا اما تعيشي زيي يا اما تعيشي زي ما انت عايشه كده؟ بقول لك ايه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحه وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. الو، اي ياسر بيه. بص انا هكلمك بسرعه عشان ممكن يخرج في اي لحظه. هو ما بيعملش حاجه غريبه، بيبقى قاعد كتير على الايفون وبيلعب جيمز. بيتكلم واحد اسمه ابو طالب بيه وبيقول قضيه واسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب اوكي حاضر، هعرف اقول لك. اوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك. رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني، وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. انا هقوم اوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار انت يا زفت انتصار. انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه؟ يا انتصار. ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه تفاحه واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه، بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين بيخبط. حاضر. يا اللي بتخبط. ابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايدي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك، بتخرجيها من البيت بدل الخنقه، لازم تشم شويه هوا. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زيي وزيك. طبعا اذنك. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك، مع الف سلام، مع السلامه. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فتره من زمان مستنيك تهلي في الحاره. شيخ ناصر ازيك، اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شويه مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجه ولا؟ كل خير ان شاء الله. انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده يا اخي شكري. أمرنا يا سيدنا، أنا خدامك. الأمر لله. أنا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. إيه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، أنا كنت طالب القرب منك في بنت أختك الست جمالات. هو ده اللي حكونا؟ هو ده؟ هو ده؟ يا ابن الذين كل ما هربت منك، يا ابن الذين عايزه كل ما هربت منك. ما تكرش انك تعجبني، ما تكرش انك تعجبني، بس واحدة واحدة عليا. أصل أنت كل Thank you.